أنا بلشت بالمشوار الفني بال 2012، ومن هذيك من هذه السنة طبعا بلشت بالأغاني لحد ما ربك وفقنا. إيش هي الأغنية اللي حسيت حالك كثير قريبة من قلبك؟ أنا كل الأغاني اللي أنزلهن أكون مقتنع بيهن، يعني دارس الموضوع اللي أنا أنزله، سواء كان من لحن أو من كلام أو من توزيع، فأدرس العمل قبل لا أنزله، وأكيد أستشير عدة أشخاص يلا بعدين أبلش بهذا العمل. نعم.